مرحبا، أنا اسمي طيب محموز، الصف السادس، عمري 12 سنة، أنا في مدرسة الحياة، أنا ساكن في مخيم قلنديا، الآلة اللي بعزف عليها كمانجا، الأستاذ اللي بيعلمني اسمه بيري، مكان التدريب في المركز النسوي في مخيم قلنديا، بحب الموسيقى لأنه أول أستاذ علمني هو اللي خلاني أحبها واسمه بيري، بدي أعزف هاي المعزوفة وبتمنى تعجبكم. Bye.